السلام عليكم، حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم ابرز ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص العراق، وننتظر مشاركاتكم مشاهدينا الكرام من خلال ارقام هواتفنا اللي تظهر اسفل الشاشة امامكم، او من خلال الرقم المخصص للواتساب واللي يمكنكم من ارسال رسائلكم النصية واللي راح نقراها ان شاء الله في نهاية هذه الحلقة. طبعا نبدأ من مشكلة الفقر المستمرة في العراق والمتصاعدة بشكل يعني خطير حقيقة. يتوقع مختصون ارتفاع عدد الفقراء في العراق ووصولهم إلى أكثر من 13 مليون مواطن عراقي بسبب الآثار الاقتصادية اللي يشهدها البلد واللي تسبب تراجع المستوى المعيشي للمواطن العراقي، وأصبح مشهد المشردين من كبار السن في شوارع بغداد هو من المشاهد المألوفة وبشكل لافت جراء عدم مقدرتهم على تأمين نفقات السكن بسبب غلاء الأسعار. ولا يخلو أيضا شارع في بغداد مؤخرا من هؤلاء المشردين وسط عجز حكومي عن تأمين سكن ملائم وكريم لهذه الشريحة، فضلا عن عجزها على استيعابهم في دور الإيواء مثل ما هو معمول به طبعا في معظم دول العالم. مواطن من بغداد تحدث بألم وبحرقة أثناء مشاهدته لسيدة عراقية مسنة تسكن بجوار جدار المتحف الوطني، ووجه سؤال لجيوش المستشارين في الحكومة عما إذا كان هذا المشهد هو دليل نجاح أم دليل فشل بعد أكثر من 20 سنة على حكم أحزاب السلطة. خلونا نشوف هذه اللقطات من بغداد. المرأة عجوز بذاك المكان ساكنة بهذا المكان بجانب جدار المتحف الوطني، هل يثبت أنكم ناجحون أم فاشلون أيها المستشارون؟ أنا دا أسألكم وإلكم، ما أتهمكم بشيء، خاف يعني 100 واحد راح يرد لأنه قاعد صاير مستشار ويلم فلوس ووين ما يطب مفتوح للباب ويصير ملايين الدولارات عنده ومدى يراعي الأمانة اللي هو مؤتمنها. طبعا هاي رسالة لكم جماعة المستشارين جميعكم، يعني هذا بلدنا العراق، اللي شريف على بلد العراق ينظر إلى الناس اللي يعيشون بهذه الطريقة. هذه مرأة قاعدة هاي عيشتها بهذا المكان، فيا ريتكو نظر عندكم ناجحين فاشلين. هاي الحقيقة، يعني هاي الحقيقة، هذه معيشة مرأة عراقية عجوز بهذا المكان أيها المستشارين. نستمر ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. يعكس ارتفاع معدلات الفقر في العراق حجم الأزمات المتراكمة بالبلد وتجاهل السلطات الحكومية لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين في ظل الهدر الكبير للمال العام. ورغم الثروة النفطية يعيش ربع الشعب العراقي وأكثر من الربع حقيقة تحت خط الفقر. ورصد ناشطون مشهد قرب مرآب النهضة وسط بغداد، جراج النهضة، مشهد آخر من مشاهد الفقر المدقع وعدم مقدرة نساء عراقيات على تأمين نفقات السكن ويفترشن الشوارع مع أبنائهن في مشهد آخر يدل على فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة. خلونا نشوف. الله أكبر، لا اله الا الله. السلام عليكم حجيه. شلونك حجيه؟ شلونك حجيه؟ ما تنامين؟ حجي انا مصابي بدر. هاي بنتك؟ هاي؟ هاي بنيته ابا. يطلبني بنيجي ابو الشرك. ايه. ابو المصرف عاشو. ايه. شنو ساكنه بدايره. ايه. بس محتاجه سكن وراتب ما عندك، هي انت موظفه ولا شنو؟ اي موظفه. قاعده؟ موظفه وراتب. ليش 13 سنه يعني شو مكانها شباب؟ هاي أمنا، هاي مكانها، هذا مكانها، مكانها بجراج النهضة، بنص جراج النهضة، يقدرون تجون أنتم بنفسكم وتشوفوها. سار يا مال علم، هذا جراج النهضة هنا تعرفون بعد. كل عراقي شريف شوف هذا الفيديو، يعني تخيل أنه واحد من أهلك بهذا الموقف، ما أكيد ما حد يقدر. فإحنا الحجية تريد بس فقط سكن، فقط سكن. إن شاء الله إحنا وجهود الناس الطيبة والخيرة إن شاء الله نوفر لها سكن. خلونا نتابع التعليقات سريعا مشاهدينا الكرام على هذه المقاطع. أحمد يقول
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وين وصل الحال بالعراقي؟ يا رب أنت المطلع وأعلم بالحال. إسراء تقول: عمت عين الحكومة والنواب وبحظهم وبختهم، دمعت كل محتاج وفقير ومظلوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وسام يقول: المفروض أول ناس المسؤولين والنواب يتصدون لهكذا أمور، لأن عندهم الصلاحية والإمكانيات. وعدنا تعليق من هدى تقول: والعتبات المقدسة ملتهية تأخذ بأملاك العالم إجباري حتى توسع الضريح، والناس مشمرة بالشوارع. أبو علي من واسط بعد التحية أريد أسأل سؤال: حماة الأعراض وينهم عن النساء العراقيات اللي نامن بالشوارع؟ والله سيدك الكريم مساء الخير لحضرتكم. هذول اللي يسمون أنفسهم حماة الأعراض هم أساساً عبدة الدولار وعبدة الولائية للخارج، وهم ما حموا شيء. يعني أكو جيش عراقي، أكو أبناء قوات مسلحة استعادوا قوتهم مرة أخرى لأن كانوا اللي ماسكينهم فاسدين، واللي كانوا يعني قائدين بذاك الوقت على المناطق اللي احتلت كانوا خونة، لأن اللي يترك الأسلحة ويروح وخان المفروض يعدم، لكن لأن كانت الحكومة ولائية حكومة فاسدة فمات أنه مات الأعراض وغير هذا تجد كشفناها. يعيرون العراقيين ويمنون عليهم بأنه حمينا أعراضكم. طيب نساء العراق اللي ينامن بالشوارع، اللي يبحثن عن طعام في مكبات النفايات، ذولا ما تثير هذه المشاهد غضبهم، امتعاضهم، ما تحرك غيرتهم شوية انه يروحون وهم عندهم المليارات اللي تخصص لهم سنويا من ميزانية الدولة العراقية، وعدهم المكاتب الاقتصادية اللي كنزوا منها المليارات ايضا، والأتاوات اللي تفرض في السيطرات وعلى الناس وعلى التجار، هاي الفلوس اللي ديلموها ما كان أولى بالنساء العراقيات ذني المشردات الآن في الشوارع أنه يروحون يوفروا لهم سكن ملائم بحياة كريمة حتى يعيشن ويسترون عليهن في هذه البيوت بدل ما هن نايمات في الشوارع؟ هذا مو عرض العراق؟ لا شوف سيدي الكريم، خلينا نكون احنا صريحين. نعم. أساسا لو المحافظات اللي احتلت هي محافظات بعيدة عن سوريا، يعني مثلا على حدود السعودية وحدود الكويت، ما راح يتجيش هذا الجيش وتروح، لأن هم كان هدفهم احتلال إيران للمناطق الغربية. نعم. وكذلك يصير ممر عبور إلى سوريا وإلى لبنان. لا لا، أنا هاي الجزئية العسكرية يعني حقيقة دا أتطرق أنا إلى الجزئية المتعلقة بشعاراتهم وخطاباتهم واللغة المستخدمة اللي هي طبعا زوروا بهتان ونساء العراق بعدهم بالمخيمات، لكن أنا دا أسأل على ذولا اللي صدعوا رؤوس العراقيين بالإنجازات الخرافية، هذه البطولات الوهمية، ليش ما نشوف وهم في بغداد وذني النسوان العراقيات في بغداد، ليش ما شفنا مصفحاتهم وسياراتهم اللي تمر يوميا من أمام هذه المشردات النساء العراقيات أنه يشيلوهم يودوهم إلى سكن ملائم، خاصة وأن العراق ما شاء الله المشاريع الأهلية والمجمعات السكنية للمستثمرين والمتنفذين شغالة. هم فلوس ما وراهم فساد، ما وراهم تحصيل أموال، هم يقول لك أنا ما إذا نفذ مشروع، المشروع إيش قد قيمته؟ مليار دولار، أنا آخذ 995 مليون دولار والخمس ملايين الباقية أسويها بس أساس وأروح وأنتهي. هذه المشاريع اللي تقام مثل مدينة الجواهري وغيرها جد كلفة الشقة اللي بيها 150 ألف دولار، من اللي يلزم من العراقيين عنده 150 ألف دولار؟ الموظف ما عنده هذا المبلغ. أعتقد لو كانت حكومة صادقة وحكومة حقيقية تبني مباني قليلة الكلفة ما تكلف حتى 10 ملايين دولار وانطيها لهذا اللي حضراتكم ظهرتوها بالفيديو واللي قاعدين بحي التنس واللي قاعدين جوا الجسور واللي بانين ينتظرون حشاكم تنحش السامع، ايش وقت تجي سيارات النفايه وتكب القمامه ويدورون بها اكل، او يروحون على البيوت الراقيه اللي الله منطيهم يروحون يفتشون بزبائنهم حتى اكو يعني فتات الطعام ياكلون من وراهم. نعم. لو بنوا لهم البيوت القليله الكلفه، والعراق عنده واسع من الاراضي، يعني العراق مو تقول انه بلد صغير وما عنده متسع، لو يبنونهم 10 ملايين دينار من هذا البلوك
والسقف السقف يعني يعني ما لازم المسلح. اعتقد ما تكلف يمين غرفه وصاله او غرفتين وصاله وانتهى الموضوع على مساحه 50 طيب. متر مربع بس. لكن هذول ما وراهم فلوس، ما وراهم سرقه، ما وراهم مشاريع تدور المليارات كذلك. هذه المشاريع اللي بدهم يسوونها يعني هل هذول راح يشاركون بالانتخابات؟ راح ينطون اصوات؟ اكيد لا، لان هذا شعب منهار. فلذلك هذا الموجود هم انت تلقاهم ايش وقت من تلقى اكو فساد موجود. تمام. لان هم اشكرك اشكرك ابو علي من واسط، شكرا جزيلا. ابو عمر من بغداد، الاخ اللي طرح بالفيديو اللي عرضناه قال سؤال او طرح سؤال انه اللي دنشوفه اليوم من مشاهد ومظاهر لنساء عراقيات ينامن بالشوارع هن واطفالهن، لعراقيين يبحثون بالمزابل او يفترشون الارصفه او تحت الجسور ونايمين بالعراء، والناس اللي بالمخيمات والمشاكل اللي يعاني منها البلد، هذه دليل نجاح ام فشل لهاي الحكومات؟ حياك الله ابو عمر، تفضل. حياك الله استاذ محمد، تحياتي لقناة الرافدين وتحياتي للساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا. استاذ، جوابي على سؤالك، هذا يعتبر فشل للحكومه وعدم انه عندها الشعب يعني تحبه وتحاول يعني تغير من واقع الحال، لانه هم مثل ما قالوا احنا جيناكم يعني محبين هذا الشعب وجينا نغير هذا النظام اللي كان النظام السابق انه ما كان يعني اي صوره انه يحب هذا الشعب ويقدم له الزين. فللاسف احنا احترام لقناتكم، احترام كل الطيبين، احنا النظام السابق اشرف من هذا النظام. ليش؟ سوى مجمعات سكنيه، كانت المستشفيات ببلاش، كان التدريس ببلاش. وينكم عن النظام السابق من تتكلمون؟ كان نظام فاشل والنظام طيب. يعني هنا جزئيه حلوه وطرح يعني حنخليه سؤال، انه بعيدا طبعا بعيدا عن آراء العراقيين المختلفة والمتباينة بالنظام السابق، انتهى بما له وما عليه وانتهت ذيك الحقبة وبدأت 2003 وقالوا حيكون فترة العراق الجديد، هاي الفترة اللي 2003 اللي اجى بها الاحتلال وسلمهم الحكم اللي هم يدعون المقاومة والبطولات، سلمهم العراق على طبق من ذهب هم وإيران، يقولون احنا راح نبني لكم العراق الجديد. قالوا ووعدوا العراقيين 20 سنة وإحنا داخلين على 21 من الفشل المستمر، من الإخفاقات، من التدمير، من الاستيلاء على المال العام. شنو اللي منعكم من أن أنتوا تعوضون العراقيين عن الفترة اللي تقولون عنها الفترة المظلمة في تاريخ العراق اللي هي قبل 2003؟ ليش ما طورتوا هذا البلد؟ شنو اللي منعكم من بناء المجمعات السكنية؟ شنو اللي منعكم من تطوير القطاع الصحي والتعليم واستتباب الأمن وتطوير المؤسسات الأمنية بطريقة تحفظ أمن وكرامة العراقيين؟ شنو اللي منعهم يا أبو عمر؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف إحنا بالعراق عايشين نعرف الأحزاب وميليشياتهم وقياداتهم، ماكو شيء منعهم. كانت مرحلة داعش هم من اللي قالوها انتهت، هم أكثر من 20 سنة. طيب هسه اليوم من 2014 أو 2015 لحد الآن اي بنى تحتيه ما رجعوا، بناء عشوائيات، الناس قاعدين كلها ببيوت يعني من التنك ومن الصبيح وجو الجسور. هاي لو عندهم غيره يعني مبدا وطنيه وروح عراقيه صحيحه ما كان من يقولون احنا رجال مقاومه من يشوفون النساء عايشين بالعراق ونساء عايشين بالخيام وناس نازحين اكثر من 7 سنين 8 سنين موجودين ما حد موصل لهم. هاي ابسط الامور. احنا هذه العامري حسب اقواله يقول احنا احفاد الحسين واكو ناس اللي احفاد يزيد ما يخلونا نعمل احفاد يزيد. نريد نعرف منو احفاد يزيد؟ ناس انتوا احفاد يزيد، انتوا ناس يعني. طيب بعيدا عن هالجزئيه ابو عمر، هذا العامري نفسه طلع في لقاء سابق وقال الفقر كذبة في العراق، يعني موضوع الفقر في العراق هذا كذبة. شو ترد على هذا الشخص اللي لا يزال الآن يصنفوه الحاشية مالته والذباب الإلكتروني اللي تابع للإطار التنسيقي شيخ المجاهدين والحاج هادي العامري؟ شو ترد عليه اللي قال في تصريح سابق وهو مسؤول وتبوأ منصب سيادي أنه الفقر في العراق كذبة؟
استاذ محمد يعني مثل هادي العامري وامثاله يعني ما يقدر يكذبون على اكثر 40 مليون بانه هالفقر كذبه. لو كان الفقر كذبه ما كان عندنا تظاهرات للخريجين، ما كان عندنا ناس يعني عندنا يعني كثير عندنا من الموظفين ما سلم تعديل رواتب ملايين الناس. يعني المفروض هذا يشاهد هاي الامور ويشوف الفقر اللي موجود عندنا، ناس من الطالب على حقوقها بتعيينات، وناس عندنا يعني كثير عندنا يعني سنة عن سنة والله هم يحفظ شعبنا يعني اللي ما يستاهل هاي المعاناة اللي قاعدة نعانيها. طيب. يعني المفروض كان يستحي على هذا كلمته، لأن عندنا فقور كثير، عندنا طلاب يعني من سبب الفقور تركوا المدارس، تركوا نعم. التدريس. شكرا أبو عمر، يعني أكتفي وياك بهذا القدر، شكرا جزيلا. ويانا السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السيد أبو علي ألو. من الديوانية، تفضل حياك الله. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الحامل يقول كذبة، ماكو فقر بالعراق. لا إذا أنتم الكذبة، أنتم كذبتوا علينا، أنتم أصحاب الكذبة. شعبنا الشوفة بعينك، كل العالم كل الفضائيات تنقل صورة عن الشعب إن الناس أغلبيتها فقر 80%. نعم. بس انت عاميتك المسارات، انت وعمار الحكيم والتيار والاطار كلكم. نعم. لان انتم من غدرتونا وضربتوا السهم بعناقنا. انتم من غدرتونا وخليتونا نايمين بالصفيح. خليتونا بالبلوك. انتم اللي ابتلمتوا المحافظات وخسنتوها ورثت الخل فوقكم. الديوانيه لابو فلان، والبصره للشيخ ذاك اسمه العيداني. انتم اللي وزعتوا الورث مال الخل فوقكم لا اكثر ولا اقل. حكومتكم كذا، حكومة بني أمية بن العباس. الديوانية يوميا ترمينا تنتقل من دولة بني من الإطار للتيار. وكل موظف يملك مليارات وثلاث أرباع الديوانية ترى أغلب المجددين بالعراق ومجددين ترى من الديوانية. أنا أقول لك انقلك صورة، لأن أغلب الناس النايمة بالشوارع والجد ترى هي من الديوانية. لأن الديوانية هاجرت أهل عنا، أغلب أهلها هاجرت، أغلب. طيب أبو علي، أبو علي إحنا وتالي تالي تالي ويا هاي المشاكل اللي ما راح تخلص في زمن هاي الحكومات. يا جماعة أنا بس أريد أفهم أنه إلى متى راح يظل السكوت على هؤلاء اللي ما بقوا شيء سليم في العراق، لا حياة لا كرامة للإنسان، لا عيش كريم، ما وفروا للأمن والأمان، ومن سيء إلى أسوأ. إحنا وتالي ويا هاي العيشة في العراق، يعني الناس ليش ساكتة؟ ليش بعدها نايمة على إذنها؟ ليش بعدها تغمض عينها أو تسد إذنها لما تصير أكو بلوى بالعراق بسبب هذه الأحزاب؟ حبيبي بس خلنا خدمك، إحنا إذا نبدأ وين صار؟ إذا نبدأ بالباحث صوته، ترى أغلب الناس باعت أصواتها بخمسين ومية جنيه وشدوا هالحكومة هاي، ولا الحكومة انهارت سقطت هالحكومة. لأن ما حد طلع انتخب وغير شرعية. بس الشراء بفلوس السياسيين مجدة دورة ثانية بفلوس. وذنبنا على الانتخاب بالحرام. وذنبنا من نزف العمامة وجانا قال هذا ذنبنا وهذا واقعنا، عشنا الحاضر وعشنا الحاضر وعلمنا بالماضي ونعرف بالجاه. طاغوت كذا طاغوت، لا عامر ولا الله وكيلك كذابين، ومن عدهم لله إن شاء الله عطب الجهنم. وإن شاء الله الشعب جاي، الشعب ثورة جاي إن شاء الله جايتهم. شكرا جزيلا سيد أبو علي من الديوانية. طبعا ثورة الجياع اللي كان يحذر منها محمد شيع السوداني لما كان نائب وقبل يتبوأ منصب رئيس مجلس الوزراء، كان يطلع يغرد بموقع تويتر سابقا اكس حاليا ويقول العراق مقبل على ثورة جياع. هذا الشخص اللي اليوم هو صاحب السلطة التنفيذية، القائد العام للقوات المسلحة بيد الحل والربط، كان يحذر من ثورة جياع، وإلى الآن التحذيرات الدولية والتقارير تشير بأن العراق في طريقة إلى مزيد من الفقراء. احنا متوجهين إلى أكثر من 13 مليون عراقي تحت خط الفقر، وأرقام البنك الدولي السابقة بالإضافة إلى تقرير ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينان بلاسخارت قالت بأن العراق متوجه إلى أكثر من 40% من العراقيين تحت خط الفقر. يعني إذا هم يقولون أنه تعدادنا السكاني 40 مليون، فإحنا تقريبا عندنا أكثر من 18 مليون عراقي الآن تحت خط الفقر استناداً إلى أرقام البنك الدولي.
بالإضافة إلى التصريح والتقرير اللي خرج من ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق. هاي تقارير دولية. ثورة الجياع اللي ذكرها السيد أبو علي من الديوانية ربما قد تكون مقبلة فعلا وبشكل قريب، أقرب مما يتخيله الكثير. إحنا اليوم اللي نشوفه بالعراق مأساة حقيقية. هذه النماذج وهاي الصور للعراقيين اللي يفترشون الأرض واللي دينامون في العراء واللي يبحثون عن طعامهم في مكبات النفايات، هذه تنذر بكارثة مقبلة على العراق، وربما قد تكون هي البداية لإزاحة هؤلاء وإزالتهم. قد تتحقق نبوءة أو يعني التخمين اللي علق به أو نشره سابقا محمد الشاه السوداني، وقد يكون هو سيطاح به عن طريق الجياع من العراقيين. ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. طبعا تحولت ظاهرة السلب والنهب والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة بذريعة الاستثمار، تحولت من حالة إلى أسلوب حياة بالنسبة للفاسدين وعصابات الجريمة في العراق، مع خراب الجهاز الإداري وبروز ظواهر أخرى مثل الرشوة والتزوير والموظفين الفضائيين المسجلين على الكشوفات لمجرد تقاضي الرواتب من دون أي خدمة حقيقية أو فعلية. ويظل الأخطر في رأي العديد من العراقيين أن عمليات الفساد والنهب في العراق جرى تقنينها بعد الاستحواذ على دوائر رسمية مخصصة لخدمة المواطنين تحت شعار الاستثمار. ففي ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل يتهم أبناء الناحية مدير البلدية بالاستحواذ على المركز الصحي في الناحية بالتزامن مع تهديد من يتعرض من قبل مركز شرطة الإسكندرية بسبب صلة القرابة بين مدير المركز مركز الشرطة ومدير البلدية، وسط تساؤلات عن جدوى الاستحواذ على هذه البناية الخدمية اللي ساهم المواطنون بتأهيلها بعد ثورة تشرين من قبل المتنفذين في البلدية. خلونا نشوف هذا المقطع مشاهدينا الكرام. المركز يوفر خدمه للناس البسطاء، الناس الفقراء، الناس المساكين، المرضى، المراجعين، يعني شرفكم وين يروح؟ والله شنو البلديه ياخذونه؟ ياخذون البلديه مو عندهم هم مالتهم دائره مال البلديه؟ ليش لحق؟ زين هو متشان قبل 18 سنه متشانوا الاحزاب هنا يقاسمون بالمشاريع، ومجلس بلدي كان مجلس بلدي في الاسكندريه هنا كانوا يقاسمون المشاريع. اليوم يعني بعد احداث تشرين بناية تركيا تدرون صارت خرابة، هي أصلاً خرابة لأن هم قاعدين بها ما كانوا يعمرون، كانوا يخربون بالبلد، يخربون بالمشاريع. اليوم بعد أحداث تشرين تم أخذه للمركز الصحي مكان ما كانوا مأجرين 12 مليون في أحد البيوت، ما عندهم مكان لأن مركزهم تعبان واقع، جاري العمل به وصلت نسبة الإنجاز به العمل المركزي الجديد 85%. اليوم جوي جماعة بعد انتخابات طالبهم بالإخلاء، يا ليش بالإخلاء هذا؟ احنا تعبنا وذبينا عليه تقريبا ما يعادل 30 مليون وعمرناه وبنينا به وتم إضافة بنايات إليه. قالوا والله مشكلتكم القاع تابع للبلدية، البلدية تري تاخذه وجايبين أمر قاضي بالمناسبة الأمر يعني اسمه تعجب، يعني القاضي ما جيت شفت الوضعية مالتهم جايبين أمر قاضي بالإخلاء، يا هاي القاع مالتنا، القاع مالتك صار 18 سنة قاعدين بها الأحزاب، شو ما داعيت بها تبو البلدية؟ نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع ثاني. في البصرة لا يختلف الحال عما جرى في بابل، حيث كشف ناشطون من المحافظة عن استحواذ متنفذين على أرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة وإحالتها إلى الاستثمار. وخاطب أحد الناشطين في مقطع مصور السلطات المختصة لإنقاذ بنايات الدولة من استحواذ مافيات الأراضي، وقال أن المافيات بدأت تستحوذ على البنايات الحكومية من دون رادع وبتواطؤ من متنفذين في محافظة البصرة. خلونا نشوف. ما أعرف هاي دوائر الدولة ومنشآتها، تعال زميل مصور عند السالفة ويا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف البصرة المحترم. هذه دوائر الدولة ومنشآت دولة، هسا قبل بزمن الطاغية صدام حسين ما شفنا دائرة باعت استثمار ولا أرضها باعت، هسا هاي الأيام
كل دوائر الدولة ومنشآتها جاي تباع استثمار. هسه نريد نعرف انتم بعتوها استثمار، يا ترى هذه الاموال لمن ووين راح تروح؟ سيد وزير الشباب والرياضة، هذه دوائر الدولة، انت خطار على الكرسي باكر عقب تخلص ولايتك وتروح. زين انت هاي شلون بعتها؟ هسه تباوع من هنا على الميمنة بنايم محلات، اوكي تباوع منا على الميسرة هذا الاساس تشيكو هم جايب نوم بيه. ايش بقى عندنا؟ بقى عندنا بس هذا الباب ندخل من عنده، شوفونه هاي مناك انباعت وهاي منانه انباعت. بالتالي نريد نسال على قيمه العقد والاسعار بهذا اليوم، احنا مقابلين لجنه الاولمبيه وهذا شارع باتجاه القياده مال الشرطه، يا ترى العقد بقيمته اليوم، المتر بقيمته اليوم، هذا الملف مطروح تحت النزاهه وتحت ديوان انظار ديوان الرقابه الماليه. شلون تنباع اراضي مال الدوله، مديريه يعني مديريه الشباب والرياضه، هاي عرض مال الدوله اراجع بها انا وغيري، وبالتالي انت المسؤول خطار بهذا المنصب، منو اللي سمح لك تبيع؟ وهذه طريقه الاستثمار اللي دمرتنا كمصريين وعراقيين. خلينا نتابع التعليقات على هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. عندنا تعليق من ابراهيم يقول: هو البلد كلها حاله للاستثمار والبوق، مجموعه حراميه وصار عندهم كنز. عندنا تعليق من ليث يقول: بالموصل شوارع عامه راحت استثمار وشوارع اخرى تم تقطيعها وتوزيعها قطع سكنيه للمسؤولين. كريم يقول: ما يسمى الاستثمار بعد 2003 دمر العراق ونهب أراضي المحافظات، لم يبقى متنزه ولا ساحة خضراء في منطقة راقية إلا واستحوذوا عليه. عندنا تعليق من علاء يقول: المواطن يتساءل هل بيع واستثمار أراضي الدولة ضمن القانون؟ هل تباع بالسعر المتداول للأراضي القريبة منها؟ ما هي حصة الدولة وما هي الجدوى الاقتصادية لذلك؟ أسئلة منطقية وتحتاج إلى إجابة حكومية. خلونا ننتقل إلى موضوع ثاني مشاهدينا الكرام. عمت حالة من الفوضى مطار بغداد الدولي نتيجة تعطل رحلات المسافرين لست دول، فيما شوهدت طوابير المسافرين داخل صالات المغادرة من دون إجراءات حكومية لمعالجة هذه المشكلة ولتسهيل حركة المرور. وتتهم شركة بيزنس إنتل المسؤولة عن أمن المطار بأنها عينت موظفين لا يسدون الحاجة الفعلية للعدد المطلوب لتأمين انسيابية الحركة داخل مطار بغداد الدولي، الأمر اللي يدفعها إلى إغلاق أو اللي دفعها إلى إغلاق صالة سامراء وحصر العمل في صالة بابل فقط اللي ما استوعبت جميع المسافرين في أوقات الذروة، ولا سيما وإحنا دنعيش أيام عطل نصف السنة الدراسية وتزايد عدد الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي. خلونا نشوف نتيجة هذه الفوضى أو نتيجة هذا الإخفاق وسوء الإدارة هي الفوضى اللي صارت في مطار بغداد الدولي اليوم. طيب نكمل ويا معاناة المسافرين العراقيين. تفاجأ معتمرون عراقيون من نزولهم في مطار العاصمة القطرية الدوحة خلال توجههم لأداء مناسك العمرة في الديار المقدسة. أبدى المعتمرون العراقيون غضبهم من تحويل رحلتهم إلى قطر بخلاف الاتفاق مع الشركة المسيرة للرحلة. بالمقابل أكدت الشركة المعنية بتنظيم الرحلة أن الخطوط الجوية العراقية ألغت الحجز اللي كان مقرر بموجب نقل المعتمرين إلى السعودية قبل يومين من موعد الرحلة من دون أن تعيد تكاليف التذاكر، وأنه أغلب شركات السفر والسياحة قامت بإلغاء جميع الرحلات. هذه الشركة اضطرت إلى الحجز على الخطوط القطرية بحسب ما يقولون، اضطروا للحجز على الخطوط القطرية اللي يتضمن مسارها الذهاب من بغداد إلى الدوحة ترانزيت 16 ساعة
بعدين يتوجهون إلى المملكة العربية السعودية. كل هذه العملية تمت والمسافر العراقي المعتمر ما يعرف التفاصيل. خلونا نشوف. اتفقنا وياهم احنا نطير وين عيني؟ للمدينة وعلى مطار النجف. تفاجأنا بالسيارة بمطار بغداد ونروح القطر. شو نسوي بقطر؟ يعني احنا طلعنا من البيت بالسبعة وصلنا بالعشرة ونص للمطار بغداد وبالأربعة ونص يلا طرنا وإحنا متفقين الطيارة باثناعش. وهسا النوب جابونا القطر إحنا ما متفقين نجي القطر. أنا شو أسوي القطر؟ لا بيا قبر النبي ولا بيا مكة المكرمة. وراح النوب بالهدعش بالليل 16 ساعة ننتظر بالهدعش بالليل يلا النوب نطير الجدة ومن جدة 6 ساعات سيارة. وطبعا بالمناسبة لا أكل ولا شرب وإحنا متفقين إيش كم وجبة باليوم؟ 3 وجبات. هذا حالنا قاعدين بالمطار من البارحة طلعنا بالسبعة وهسه راح تصير بالعشرة. سبعش ساعة ب12 احنا طالعين البارحة بالسبعة بالسبعة العصور ولحد الآن يصير هيجي أخذوا فلوسنا. وأبو الحملة ما موجود أحمد الصافي سيد أحمد الصافي عافنا وشرد مدوي راح ولا واحد كلها عافتنا لا أكل ولا شرب أخذوا فلوسنا وعافونا بالمطارات نصب واحتيال سوولنا حل. هسه احنا وين نروح؟ نبقى بالمطار وين اهلنا وين العراقيين؟ خلي رجعونا للعراق بطلنا حتى زيارة ما نريد. خلونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام على هذا الموضوع. علي يقول وعلى اي اساس توديهم ترانزيت وتعوفهم هيجي بدون فندق؟ والله هيك احتيال وضحك على البسطاء ماكو. ناطق يقول حقيقة شركات السياحة لعبة طوبة بالعالم ويعاملوهم وكأنهم أسرى يمهم والسبب الضعف الحكومي في محاسبتهم. عندنا تعليق من حميد يقول كان من المفترض يصير حل من قبل الشركة قبل حدوث الكنسل أو الإلغاء لو بس تريدوهم يطيرون حتى تمشي أموركم. علي يقول والله دقة مو حلوة المفروض تفهموهم قبل السفر مو من يروحون ويبقون حائرين ما يعرفون شكو. خلي نسمع رأي السيد أبو محمد من هولندا. تفضل يا أبو محمد حياك الله. وعليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تسألني سؤال؟ تفضل أبو محمد. رأيك باللي دا يصير من فوضى بتنظيم عمل الشركات الناقلة جوا طبعا للمسافرين العراقيين. قبل فترة سمعت فلاي بغداد والعقوبات الأمريكية اللي فرضت عليها بسبب نقلها لأسلحة ونقلها لمقاتلين ونقلها لفلوس بشكل غير قانوني وأداءها الفاشل طبعا في التعامل مع المسافر العراقي. واليوم هاي المشهد من مشاهد الفوضى، ناس حاجزين، الخطوط الجوية العراقية تلغي بكيفها، الشركة ما تعرف، المسافر ما يعرف، وزارة النقل العراقية والناقل الوطني وشركات الطيران الخاصة والحكومية ليش هيك تدهور حالها؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أخي العزيز، الحكومة الحالية حكومة ميليشياوية فاشلة. رئيس الحكومة محمد شياع سودين ما بيده أي شيء. نعم. فقط هو مثل الشطرنج يعني يلعبون به، يقعد منا وقصدر منا. أما بالنسبة للخطوط العراقية. نعم. طبعا هاي مو مشكلة، هاي مو مرة الأولى. وخطوط فلاي أربيل طبعا فلاي عراق هاي 100% فلاي إيران 100% طبعا ينقل أسلحة. وإذا تذكركوا شيء آخر أريد أذكركم أكثر، تذكرون القوات الأمريكية طلبت أن الطائرات اللي يروح لسوريا عن طريق عراق يتفتش، بالعكس كان اللي يجي من سوريا يفتشوا. يعني الحكومة الحالية يعمل بأمر من إيران. هاي نقطة ثانية. الآن هم يريدون يعني مثلا يأكلون مجموعة من الفلوس الناس، لأن سبق وإن صارت الحكومة العراقية الخطوط الجوية العراقية بأوروبا أكلوا تقريبا 3 سنين أو 4 سنين أكلوا مجموعة كثيرة من الناس مبالغ راحت قاطعين بطايق وما رجعوا. وأنا منهم، بس أنا رجعت بالقوة. يعني هسه مؤخرا على هذا الموضوع مؤخرا اللي صار. نعم. لما تم إلغاء عمل فلاي بغداد اللي تابع العمار. نعم. الحكيم اللي. نعم. هي مخالفة للقانون وتسوي مشاكل وتنقل فلوس. نعم. للإرهاب ولتغذية الإرهاب. نعم. بالمنطقة. نعم. الناس المسافرين اللي حاجزين تذاكر على هاي الخطوط إلى الآن تذاكرهم راحت
فلوسهم راحت، الحكومة ما عوضت ولا تدخلت في سبيل نقلهم وتعويضهم عن طريق الناقل الوطني، لا عافتهم يحيرون مع نفسهم. احنا شنو هاي الدولة، شنو هاي الحكومة، شلون دي يدار العراق ابو محمد؟ حبيبي الان اللي قلت لك، الان الحكومة ما بيد شيء، الشيء العمل بايد الميليشيات، وعمار الحكيم واحد من الميليشيات نعم. فيحجز فلوس الناس وياكله. منه اللي يحاسبه؟ اكو محاسبه بالعراق؟ نعم. كلون الناس كان اكو بغداد مشتل، بالمشتل كان اكو مزرعه مال احد الاعضاء مجلس برلمان العراقي، ياخذون الناس هناك بالدريل يزرفون راسه معها، وعرفوا الناس شافوا ناس يدخلون وما حدا حاسبهم، هسه يحاسبون على مد الفلوس. تمام. بالعكس الفلوس هم ياخذوها بشراء. صحيح. شكرا جزيلا سيد ابو محمد من هولندا، واعتذر منك لان الوقت شارف على الانتهاء، اشكر حضرتك للمشاركه. ننتقل الى مشكله ثانيه موجوده في العراق وهي ازمه المواطن العراقي مع شرطي المرور. أبدى عراقيون غضبهم من عملية الكيل بمكيالين والازدواجية اللي تتعامل بها دوائر المرور أو دائرة المرور ومنتسبيها مع المواطن العراقي، ويتهم مواطنون عراقيون منتسبي المرور بتحرير مخالفات بالجملة من دون الالتزام بالقوانين الناظمة بوقت يخشى فيه المنتسبون من تحرير نفس المخالفات للسيارات الحكومية وسيارات أبناء المسؤولين والمتنفذين اللي يستخدموها في تنقلاتهم، فضلا عن أفراد حمايتهم والحاشية. وأظهر مقطع مصور في بغداد توجيه المرور مخالفات بالجملة لعدد كبير من السيارات المدنية من دون أن يتم توجيه مخالفة واحدة لسيارات فارهة وأخرى حكومية تصطف بنفس الشارع وأيضا مخالفة. خلونا نشوف هذا الموضوع اللي طرح سؤال عن هذا التمييز. هاي ما قاصي لوصل ايش عجب. باوي هاي وهاي بس بعد رصيف وين وهاي بيوتهم باوي خطية هم ما عندهم هم حتى سيارتهم تعبانة بقى يبع شوية هذول هاك بطانياتهم كلها برا بالشارع يصير وهاي السيارة مع الدولة ما يقصوا لها وصل هاي الحكومية ما يقصوا لها وصل ليش يا بي عمال أمانة عمال بغداد هاي عالم خطية ما عندها مين تجيب تروح تبوك هاك تفضل يا بي تفضل كله وصلين وصلين. نكمل ويا هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في محافظة القادسية استغرب مواطن من تحرير مخالفة مرورية ضده بعد أن قام بركن سيارته أمام مبنى مستشفى الديوانية خلال نقلة لوالده لتلقي العلاج. يعني هو مو رايح راكنها رغبة منه بركنها بهذه الطريقة، هو رايح مضطر لنقل والده إلى تلقي العلاج من أجل تلقي العلاج أمام المستشفى ركن السيارة. تساءل هذا المواطن عن الأسباب اللي تدفع رجال المرور لمطاردة المواطنين وتحرير المخالفات ضدهم من دون أي اعتبار للحالات الإنسانية أو الاضطرار اللي يخليه يركن أمام المستشفى في سبيل إيصال مريض إلى داخل المستشفى. خلونا نشوف. السلام عليكم. اليوم صارت حالة أمام مستشفى الديوانية، طبعا جيت أني وأبوي مريض، جيت شفته بالمستشفى نشيك وضعه، فاجأت أنه لقيت وصل غرامة على سيارتي، مع العلم أنه رئيس الوزراء وجه المرور أنه أي غرامة ما تنقطع إلا بعلم المواطن. هاي الشغلة. الشغلة الثانية هسه ماكو مشكلة غرموا، بس أنتوا كلها غرموها، مو واحد وواحد، مو واحد وواحد، نفس الشيء، قلت اللي احنا واقفين احنا بعض السايق، ما اعرف، المرور ذول ما يلتزمون بالتعليمات، وحدهم، وزارة وحدهم، ما اعرف، هاي نداء إلى وزير الداخلية، إلى رئيس الوزراء، أنتم تعطون قرارات ما حد يلتزم بها، لا شرطي يلتزم بها، لا مرور يلتزم بها، مع العلم احنا بالشارع طابقين أكثر من سيارة، جيت لقيت وسائل، بس هذا الوصف. خلينا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام. أحمد يقول المستشفى مكان واحد عند مريض
عنده حالة مستعجلة، على أي أساس يقص وصل؟ ليش هم موفرين ساحة وقوف نظامية؟ أنا هم قبل فترة بس طبيت ثواني شفت سيارات واقفة، إجا ضابط غرمني، عبالك واقف بسوق مو مستشفى وحالات طارئة. كرار يقول والله هاي الحالة صارت تتكرر هواي، يعني إنسان يدخل يشتري يطلع يلقى سيارته مغرمة، حتى أرزاقنا تأثرت وبكيفهم ناس وناس. أبو رضاوي يقول أي صدق على المزاج، هاي قبل أسبوع صارت بي واني واقف سايد واحد ومو ممنوع الوقوف فوقها. محمد يقول المرور هالفترة تعاملهم بالغرامات بروح انتقامية من أصحاب المركبات. خلونا ننتقل مشاهدين الكرام إلى الفقرة الثانية، فقرة انفوغرافيك. أرجع باحثون في علم النفس والاجتماع أسباب ارتفاع معدلات هدر الطعام في العراق إلى العامل النفسي والموروث الشعبي من العادات والتقاليد، في تناقض مع ما تعانيه البلاد من ارتفاع في معدلات الفقر في ظل ارتفاع أيضا أسعار السلع الغذائية. ويشغل العراق المركز الأول عربيا والسادس عالميا من إجمالي 196 دولة بأكثر الدول التي تهدر أكبر قدر من الغذاء لعام 2023 بحسب مجلة CEO World الأمريكية. خلونا نشوف المزيد من التفاصيل في سياق الانفوغرافيك اللي أعد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. ننتقل مشاهدين الكرام إلى فقرة الهاشتاج. تفاجأ المتظاهر السلمي أحمد مهلهل بوصول بلاغ رسمي من محكمة البصرة من أجل الحضور إلى جلسة المحكمة اللي كانت مقررة اليوم الثلاثاء قبل أن يتم تأجيلها إلى 13 من شباط القادم، بدعوى حرق أماكن في المحافظة خلال تظاهرات 2018، بالرغم من سلمية هذا الشخص ووجود مقاطع مصورة تؤكد التزامه بالسلمية في وقتها طبعا. وعلى أثر ذلك تفاعل مغردون مع قضية الشاب المتظاهر من البصرة وطالبوا الحكومة بالكف عن ملاحقة المتظاهرين السلميين وكيل التهم الكيدية لهم وتنشيط الدعاوى ضدهم قضائيا. وحذر المغردون من مغبة استمرار زج الناشطين بالسجون وتهديدهم بالقضاء مع وسم أنصفوا أحمد مهلهل. في منصة أكس علي الزهيري يقول أنصفوا أحمد مهلهل، سنستمر وصوتنا سيعلو، وعلى المنظومة أن تعي أن التكميم السياسي سيعجل من سقوطهم ونهايتهم.
عندنا تعليق من نور تقول الظلم يقف بالأفعال وليس بالأقوال، الحقوق تريد حلوق. عندنا تعليق من أركان يقول الأحرار يقفون كالبنيان المرصوص لبعضهم البعض وكلهم إيمان بقضيتهم العادلة، نريد وطن. وعندنا لينا تقول أحمد طلع ب 2018 تظاهرات على مود الماء الملوث وباقي الخدمات التعبانة، وكالعادة تم اعتقاله وحبسه وطلع وراها، تم اتهامه بحرق مبنى المحافظة، وطبعا هالشي زور وكيدي. أحمد عائلته جدا وضعهم تعبان ويحتاج عائلة سند يوقفون وياه. وبهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.